السلام عليكم. انا اليوم حاب اورجيكم اخر الاجهزه اللي انا عملتها اللي هو تمبريتشر كنترولر. هو اصلا عباره عن مشروع لماده ريال تايم عندنا في الجامعه. عملت لها راشيتا هيك شيء مرتب طبعا، واخيرا حطيت شعار الشركه اللي بدي اياها امرابكو على الراشيتا، اول جهاز بصنعه شركه امرابكو. هلا الجهاز هو تمبريتشر كنترولر، هذا هو. طبعا استعملت هذا الشاحن مشان ازيد الطاقه. هذا بيتحمل حراره من 0 ل 99. هاد في خاصية الهيتينج والكولينج، في هيستيريسيس، في اوتبوت ريلي، وفي الارم ريلي. هلا مثلا درجة الحرارة عم بيقول لي 24، درجة الحرارة هلا 24. هلا في له منيو كاملة. عندنا هدول ثلاث تيرمينالز، هدول خاصين بالاوتبوت وهدول خاصين بال الالارم ريلي. طبعا هلا نحن في عندنا منيو، نقدر من المنيو انه نحدد الاوتبوت تمبريتشر او تي، نقدر نحدد كمان الالارم تمبريتشر، نقدر نحدد الهستيريسيس، نقدر نحدد الاوتبوت يكون ريلي ولا ليد بس، نقدر نحدد الالارم يكون ريلي ولا ليد بس، نقدر نحدد الاوبريشن هيتنج ولا كولينج، نقدر نحدد الكالبريشن. طبعا كمان في نقدر نعمل كالبريشن. هلا عندنا هذا الضوء يعني انه العمليه الحاليه هي كولينج. هلا نحن اذا خليناها هيتنج بصير بيشتغل الاحمر هذا اللي هون، لما ندخل لوضع البرمجه بيضوي هذا الضوء، يعطي انه نحن حاليا برمجه. هلا الالارم بيضوي اللون الاصفر والاوتبوت بيضوي اللون الاحمر هذا، وهذا حساس الحراره. طبعا هو من نوعيه نيجاتيف، يعني بحيث انه كل ما بتزداد الحراره بتقل المقاومه، قيمه المقاومه هاي 2 كيلو. هلا خلونا نجرب العمليه كيف هذا بيشتغل. في عندنا هون مي سخنه دافئه فاتره ما كثير سخنه، وعندنا هون مي ثلجي اللي هي مي بارده. هلا هو كولينج، خلونا نحدد مثلا انه الاوتبوت يشتغل، الاوتبوت محدد هو عند درجه الحراره 25، انه اذا وصل ل 25 المفروض الضوء الاخضر يضوي. طبعا كمان في عندنا ريلي هون ممكن انه هي كمان تضوي. وكمان اذا هلا في عندنا كمان شغله الالارم، خلونا نشوف الالارم وين احنا كنا محددينه على 24. هاي يعني هلا اذا درجه الحراره خلوه مثلا انه على 26 يعطي اوتبوت. درجه الحراره 26 هيك صارت على 26. هلا الاوتبوت بيعطينا اياه على 26 والارم بيعطينا اياه على ال 24. خلونا نجرب. هلا نحن شغالين كولينج، يعني درجة الحرارة بدها تحمى وبعدين تبرد. هلا خلونا نحطه في المي الساخنة ونشوف شلون راح يشتغل. صارت 25، 26، 27. صارت 29، بينها عم تتأرجح بين 28 و 29. طيب هاي من دون الهستيريسيس، خلونا نجرب نحط هستيريسيس. هستيريسيس خليها مثلا درجتين. هاي الهستيريسيس هلا رجعها. هلا درجة الحرارة صارت 26، 27، 26، هاي صارت 28. ها صارت 28 هلا. هلا خلونا نبردها، نشوف امتى راح يطفي الاوتبوت وامتى راح يطفي الالارم. طبعا الاوتبوت وين امتى المفروض يطفي؟ المفروض يطفي عند، نحن عيرناه على 26، المفروض يطفي عند ال 24 لان في الهستيريسيس. يعني اذا صار 24 او تحت المفروض يطفي وبيشتغل عند 26. الالارم طبعا ما له هستيريسيس. خلونا نجرب نحطه في المي البارده. درجة الحرارة لا 24، طفى عند ال 24، طبعا الالارم لانه كمان عند ال 24 فطفوا الاثنين مع بعض. هاي بالنسبة لخاصية
هيتينج او الكولينج. نحن طبعا نفس الشيء بالنسبه للهيتينج. خلونا نجرب مثلا انه نحن هلا نوصل نشتغل هيتينج. طيب الاوبريشن خلوها هيتينج، هاي من هون محطوطة كولينج، خليها هيتينج. هلا درجة الحرارة حاليا على الحساس اللي عم يقيس الحساس 22 صارت. بنروح طبعا نغير نحن السيتنجز تبعت الاوتبوت وتبعت الالارم. الهيستريسيس خليها 2 مو مشكلة، او بنخليها 1. هلا بما انه بدنا نشتغل نحن هيتينج، معناته درجة الحرارة في الاساس بدها تكون باردة. لما توصل لدرجة برودة لدرجة حرارة قليلة معينة، المفروض انه يشتغل الاوتبوت اللي هو يحمي، اللي هو فعليا نحن رح نشيل المي البارد نحط فيه المي السخنة. هلا مثلا خلو انه امتى يعطي الارم عن درجة الحرارة 22 مثلا. يعطي الارم عن درجة الحرارة 22، هاي محطوطة هون عند 24 كانت، هاي 22. بعدين الاوتبوت امتى يعطيني عن درجة الحرارة 20 مثلا. ماشي، هاي محطوطة كانت على 26، هاي 20. هلا طيب هلا درجة الحرارة، درجة حرارة الغرفة 24 عم بقول لك، او عم تتأرجح بين 24 وبين 23. نحن شو بدنا نشتغل؟ بدنا نشتغل هيتينج، عم يضوي الضوء الاحمر. هلا مشان يشتغل هيتينج معناته درجة الحرارة بدها تبرد، يعني في الاساس نحن في منطقة باردة بدنا نحميها، فبنبدأ من عند الثلج. هاي اشتغل الارم عند 22، صارت 21، اشتغل الاوتبوت عند درجة الحرارة 20. طبعا نحن حاطين الهستريسيس 2، يعني المفروض عند ال 22 يرجع يطفي الاوتبوت. هلا مشان نحن نعمل تغييرات معينة، خلينا نخلي الهستريسيس مثلا 3 مشان ما يطفي. هاي 4 حطيناها، ماشي 20. هلا مثلا درجة الحرارة لو فرضنا ان هي بعد عم لساتها عم تنزل، هاي صارت 18، صارت 17، وهيك انه لساتها عم تنزل. بس طبعا هو هلا احنا مشغلين الاوتبوت، مشغلين الاوتبوت يعني المفروض انه هلا الاوتبوت يحمي. بنشيلها من المي السخنة ونحطها في المي الدافي. ها طفى عند ال 24 ولا عند ال 25؟ من 20 ل 24 حسب الهستريسيس. نحن حطينا الهستريسيس 24 4، وبالتالي بما انه الاوتبوت عند ال 20 بيطفي عند ال 24. هاي بالنسبه للشغل هيتينج ولا كولينج. هلا خلونا نجرب نحن نوصل على الريليز، نوصل لهم لودز، يعني ممكن يكون مروحه او يكون اي شيء ثاني، مشان نجرب الريليز. هلا نحن وصلنا الفيش تبع المروحه مع الاوتبوت ريلي، يعني هلا ومشان بما انه هي مروحه معناته هي بتعمل على التبريد، فنحن خلينا الاوبريشن كولينج. هلا نفترض ان درجه الحراره كانت درجه منخفضه جدا مثلا، لا نفترض نسبيا طبعا، نفترض انها لنفترض انها كانت مثلا هاي مثلا 20. هلا نحن عملنا السيتنج انه الهستريسيس تكون 1 أو 2 حسب الهستريسيس. الاوتبوت خلينا يشتغل عند ال 26، و بالنسبه للالارم يشتغل عند ال 24، والهستريسيس 2. يعني مفروض انه هلا يشتغل النظام او تشتغل المروحه لما تصير درجه الحراره 26، وتطفي لما تصير 24. خلونا نجرب هلا مثلا درجه الحراره هلا هون عم يقول لي 18. نبلش عمليه الهيتينج انه مثلا درجه الحراره تبعيه الغرفه اذا عم تزداد شيئا فشيئا، 22 23 24 25، اشتغل الالارم
نسوي؟ ستة وعشرين اشتغلت المروحة. طبعا هلا امتى المفروض تطفي؟ نبلش عملية الكولينج، انه المروحة بلشت التبريد، نبلش عملية الكولينج. المفروض تطفي حكينا عند درجة الحرارة 24. قديش درجة الحرارة؟ لا 23 مظبوط. تمام وهيك.